بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. تلبية لنداء أهلنا في حلب الشهباء الأبية وردا على الفتوى الشرعية للبوطي وحسون، نعلن عن بدء معركة أبواب القلعة لتحرير المدينة القديمة وتطهيرها إن شاء الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. والله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.